عطيرة، وتغلب عنوان جمالية الرؤية الفنية مقاربة استثيقية. مهما كان الأمر، فإنه من الضروري التمييز بين الجمال الطبيعي والجمال الفني في المقاربة الاستثيقية لعدة أسباب حاسمة. أولا وقبل كل شيء، الجمال الفني هو الجمال الذي خلقه الإنسان. الشكل الجميل هو ناقل الرسالة، المعنى الإنساني. بالتأكيد من حيث القيمة المطلقة، نحن لا نعرف ما إذا كان الجمال الطبيعي على افتراض أنه موضوعي يحمل معنى، لكن على أي حال إذا كان الأمر كذلك فنحن لا ندرك هذا المعنى. وعلى أي حال فإن المسألة ليست مسألة معنى وعالم إنسانيين على وجه التحديد، لكن الفرق كبير بين الجمال الطبيعي والجمال الفني يكمن في مكان آخر. الجمال الفني ليس تأويل الفنان للحقائق التي تعتبر جميلة بشكل طبيعي، على الأقل ليس بالضرورة كذلك. صحيح أن الفن الكلاسيكي يميل إلى اتخاذ أشكال جميلة بشكل طبيعي أو أخلاقي كموضوعاته، وهذا هو حال مايكل أنجلو يعني عندما كان يرسم رياضيين أو نساء جميلات، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية المبنية على الحروف الساكنة، أو حتى الأدب مع البطل كورنيل على سبيل المثال. ومع ذلك يمكن أن يكون الخالق مستوحي أو المبدع مستوحي من حقائق طبيعية أو أخلاقية يحكم عليها بأنها قبيحة، وهذا هو ما نسميه بجمالية القبح، أي القبح الطبيعي والأخلاقي لموريلو في القرن 17، والقدم الحنفاء لريبيرا في القرن 17، وجرينيكا لبيكاسو. اللوحة الأخيرة موضوعها الحرب الأهلية الإسبانية التي دار رحاها سنة 1937، التي شهدت هذه البلدة الصغيرة في إقليم الباسك. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك كتاب بودلير أزهار الشر، الذي تعرض لضربات شديدة من قبل يعني سهام النقد. يجب ألا تؤدي جمالية القبح هذه إلى سوء فهم لأهدافه، وغني عن القول أن الخالق لا يشوه أو يغير الحقائق المذكورة. يبقى الشخص الرديء شخصا رديئا، ويجب الاعتراف به على هذا النحو. تستمر الحرب الأهلية في الظهور بكل رعبها، لكن القوة التي ينقل بها المبدع هذه القبح هي التي تجعل الأعمال المعنية مثيرة للاهتمام، تجعلها أعمال فنية جميلة. إن قدرته على العرض وتسليط الضوء وإيجاد الأشكال الأكثر ملائمة للاستعادة بطريقة فريدة وبكل موهبته الخاصة لهذا القبح، هو ما يجعل من الفنان معبر عن الجودة الجمالية لهذه الأعمال. باختصار، ليس القبح في حد ذاته هو ما يجعل العمل مثير للاهتمام، بل الطريقة الفريدة التي اعتمدها الفنان على هذا القبح من أجل تأويله. ولذلك فإننا نفهم لماذا يمكن أن يقول كانت أن العمل الفني ليس تمثيل الواقع جميل، ولكنه التمثيل الجميل لأي واقع. مما يعني ضمنين أنه جميل أو قبيح من وجهة نظر الطبيعة والأخلاق. في هذا الصدد تعطي جمالية القبح بعدا ميتافيزيقيا للفن. في الواقع دعونا نتخيل اللحظة كائن من كوكب آخر يمكن مراقبة البشرية. ربما ستكون دهشته عندما يلاحظ أن كل ما يسحق الإنسان ويجعله يتألم ويجعل وجوده في بعض الأحيان بلا معنى، كالمرض والشيخوخة والموت والقبح والحرب وكل أشكال الشر بشكل عام، يمكن أن تكون موضوعا للخليقة، قادر على إثارة واحد من أرقى المتع الموجودة، إلا وهي المتعة الجمالية. من خلال سحر الفن يستطيع الإنسان أن يتغلب على الجوانب العبثية لوجوده، على الأقل على المستوى الخيالي والروحي. وهذا معنى يمكن أن نقول مع مالرو، حتى لو لم نكون مخلصين تماما لنواياه، أن الفن هو ضد القدر، لأنه قادر على تجاوز ختم القدر. إذا أطلقنا على القدر كل ما يفعله الإنسان لا يمكن تجنبه مما يسحقه أو يكسر رغبته في السعادة المطلقة. وأخيرا، فإن الجمال الفني تحديدا لأنه يحمل معنى يتميز عن الجمال الطبيعي بكل تأكيد، إلى حد أنه على عكس الجمال الطبيعي العاري مثلا لا يوقظ الرغبة الحسية، بل على العكس من ذلك يكتفي بتشجيعنا على التفكير، ينتزعنا من حالتنا الطبيعية والحيوانية البسيطة لينقلنا نحو عالم روحاني بحت، عالم يبهجنا، عالم فكري، والذي بمجانيته أي دعوة يدعونا لنتذكر الشخصية النزيهة المنقطعة عن كل شيء حيوي أو يعني مادي. يبدو أن المطلب العملي التي تسمى الحساسية الأكثر إلحاً تقيم بين العمل الفني والأخلاق نسبا يمنحنا تأمل العمل حدسا بها. وصحيح أن الشعور الأخلاقي يبتعد أيضا عن الرغبة في الارتقاء بنا إلى عالم روحاني محض.
بناء على هذه الاعتبارات، ما هو المكان الذي يجب أن نعطيه للجمال في الفن أو بشكل أكثر دقة في قلب العمليات والأهداف الإبداعية؟ هنا نجد أنفسنا أمام مفهوم مختلف تماما. لفترة طويلة كان المفهوم السائد هو جعل الجمال وسيلة لخدمة الرسالة، وخاصة ذي الطبيعة الدينية. لقد ساعد الجمال على تنوير المتأمل وإدخاله إلى عالم ربما كان سيظل مغلقا أمام لولاه أمامه، ومنح إمكانية الوصول إلى معنى لا يمكن الوصول إليه في بعض الأحيان من خلال فكرة واحدة. قد تم تصور الجمال كما فعل أفلاطون باعتبار المظهر المحسوس للحقيقة أو الإلهي أو حتى الإله في بعض الأحيان. يقول هيجل يعني في القرن 19 أي شيء آخر، عندما يجعل الفن نشاطا إنساني وعبر عن حقيقة يكون محتوى متروك للفلسفة لكشف عنها بطريقة مفاهيمية بحتة. مع ذلك كان كانت في القرن 18 قدر تماما أصالة الفن واستقلاليته فيما يتعلق بالدين أو الفلسفة، ويشير إلى أن الفن هو النشاط البشري الوحيد الذي يخلق الجمال، ونؤكد أن العمل يحتوي على رسالة، لكن ليست رسالة التي تجعل الفن محددا. بعد كل شيء فإن الكاهن والسياسي والداعية يلتزمون بهذه الأمثلة يبثون أذن رسائل، لكن الفنان وحده هو الذي يبث الرسائل عبر الأشكال الجميلة. ويمكن بهذا الصدد أن نستنتج أن خلق الجمال هو خصوصيته، بكلمة جو ماهيته. لم يعد الجمال وسيلة بسيطة لخدمة فكرة ما، بل أصبح الغاية وسبب الحقيقي لوجود الفن. في نهاية المطاف فيما يتعلق بالفن كما يتصوره كانت، فإن جمال الشكل وحده هو الفن، الرسالة الغريبة على الفن إنه أكثر من اللازم. يميز كانت أيضا بين الأعمال التي يكون جمالها ملتصقا أي مرتبطا بشكل وثيق بالمعنى المنتشر عن الجماليات الحرة، التي ترى أن الارتباط مع معنى العمل ضعيف للغاية إن لم يكن معدوما. وهكذا حتى لو لم يكن يعرف ذلك، فإن بعض الأشكال الفن المعاصر ربما الفن التجريدي أو حتى غير التصويري على الأقل في جوانب المتعلق بجودة الشكل سوف تستجيب لرغبته فيما كانت فيما يتعلق بالفن وخصائصه من الطبيعة العميقة في الطبيعة العميقة وأهدافها الحقيقية. ومع ذلك على عكس تصورات كانت، فقد تعمدت اتجاهات الفن المعاصر قطع الحبل السري الذي يربط الإبداع الفني بالحرص على إنتاج أعمال ذات جودة وجمال خالص. وهذا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية لعدم الفهم الواسع النطاق الذي يؤثر على هذه الأشكال من الفن الجديدة من الفن بين عامة الناس. تسعى الأعمال المعنية إلى نقل رسالة من خلال إبداع حسي، وهذا الأخير لا يهدف إلى جمال الشكل ولا الاهتمام بعبور القرون. تهدف هذه الأعمال في معظم الأحيان إلى أن تكون سريعة الزوال، التي تهدف في أغلب الأحيان من خلال الاستفزاز لتشجيع المشاهد على التفكير. وهذا هو الحال عندما يعرض المصمم الإسباني أرمان ساسلات مهملات في أحد المتاحف لكي يلفت الانتباه بلا شك لكل رمزية النفايات المرتبطة بمحتوياته، عندما يقوم كريستو بتغطية جسر بونت نوب في باريس أو رانجستاغ في برلين لأنه ما يسمى بفن التركيب، يهدف إلى تشجيع المرء على النظر وملاحظة ما أنت به الأمر دون أن يلاحظه أحد بسبب العادة. وظل هذا هو الحال عندما يقدم المبدعون حقائق ملوفة منزوعة السياق تماما أي محذوفة من وظيفتها وأماكنها المعتادة. وهذا ما يفعله مارغريت عندما يقدم لنا غوليون ويسمى عمله هذا ليس أنبوب، أو عندما يكشف دوشام عن مبولة بطريقة تجعلها لم تعد مبولة. باختصار يتعلق الأمر هنا بقيادة المتأمل إلى إلقاء نظرة جديدة على الحقائق المألوفة والتفكير فيها بشكل مختلف. بلا شك نحن بالفعل بعيدون عن مفاهيم تقليدية للفن وأمام مفاهيم معاصرة، كل المعاصرة للإبداع الجمالي. هذا هي منزلة الفن في منزلة الجمال في الفن. أرجو أن تكون هذه المداخلة نالت ذاكم. إلى اللقاء.